مباشرة من محيط جسر الشغور في إدلب ينضم إلينا هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز عبر الأقمار الصناعية. هاشم أهلا بك معنا، آخر التطورات الميدانية فيما يخص موضوع القصف على مدن وبلدات محافظة إدلب مع بداية هذا اليوم. نعم نور، قصف مستمر منذ ساعة الصباح حتى الآن على المنطقة الجنوبية من المحافظة وتحديدا مدينة خان شيخون التي لم يتوقف عنها القصف، إن كان بالطيران الحربي أو حتى بالقصف الصاروخي والمدفعي. طيران الاحتلال الروسي منذ ساعة الصباح حتى الآن نفذ عدة غارات جوية على الأحياء السكنية بصواريخ شديدة الانفجار، منها صواريخ فراغية وأخرى تحمل قنابل عنقودية محرمة دوليا، استهدفت الأحياء السكنية، استهدفت أحد الأسواق، إضافة إلى استهداف أطراف المدينة والطرق الواصلة إليها وخصوصا الطريق الدولي الواصل بين حيش ومدينة خان شيخون، استهداف للطريق الدولي. طبعا لم يسجل هناك أي إصابات أو لم تصلنا حتى هذه اللحظة إن كان هناك إصابات بين صفوف المدنيين، كون المدينة تعتبر شبه فارغة من السكان نتيجة القصف المستمر عليها وتدمير لكافة أشكال الحياة فيها. القصف استمر بالطيران الحربي على عدة قرى وبلدات، من نذكر الاخوين من قبل طيران ميليشيا اسد الطائفيه سيخوي 22، استهدف بلده الاخوين في جنوب شرق المحافظه والتمانعه في ذات المنطقه، ايضا بعده غارات جويه بالصواريخ الفراغيه واستهداف لمزرعه ترعي بالقرب من مدينه خان شيخون، ايضا بغارات جويه من قبل طيران الاحتلال الروسي، ايضا الهبيط وعابدين وحرش عابدين جميعها ايضا تعرضت لقصف. ايضا القصف الصاروخي والمدفعي استهدف ريمبا ومزرعه حساني ومناطق وتلعاس ومناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي، في أقصى الريف الجنوبي، هنا نتحدث على المنطقة الممتدة بين كرسعة وعابدين والهبيط وصولا إلى مدينة خان شيخون. جميع هذه المنطقة الممتدة على طول الخط الفاصل بين ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي الذي يعني يشهد اشتباكات عنيفة هناك بين الفصائل المقاتلة وميليشيا أسد الطائفية والقوات الاحتلال الروسي. طبعا تشهد قصف عنيف بالطيران الحربي والقصف المدفعي والصاروخي يستهدف هذه المنطقة. حتى الآن القصف ما زال مستمر وبشكل مكثف، تركيز القصف منذ عدة أيام حتى الآن على الريف الجنوبي للمحافظة، جميع القرى تعرضت للقصف. أيضا نذكر من أيضا القرى التي لم نذكرها قبل قليل، مدايا والركايا تم أيضا كان هناك قصف عليها من قبل طيران ميليشيا أسد الطائفي السيخوي 22 بعدة غارات جوية بصواريخ فراغية وصواريخ تحمل قنابل عنقودية. القصف ما زال مستمر، تركيز القصف على هذه المناطق وبشكل مكثف. يوم أمس فقط منطقة خان شيخون تعرضت لأكثر من 30 غارة جوية وأكثر من 200 قذيفة صاروخية استهدفت خان شيخون والمناطق المحيطة بها. القصف ما زال مستمر، هناك الآن عدة طائرات حربية تابعة للاحتلال الروسي قبل أن نكون على الهواء مباشرة كانت تحلق بسماء المنطقة الجنوبية وتنفذ الغارات الجوية على المزارع وعلى مدينة خان شيخون وعلى المنطقة التي ذكرناها الممتدة من خان شيخون وصولا إلى الهبيط وبعربو. جميع هذه المناطق يعني هي خط نار، قصف مستمر ومكثف عليها بشكل مكثف. يعني حتى هذه اللحظة لم تصلنا أنباء عن خسائر بشرية، ولكن يعني من المؤكد أن هناك خسائر مادية كبيرة إن كان في الأبنية السكنية، كون الصواريخ التي تستخدم خصوصا في الأونة الأخيرة صواريخ شديدة الانفجار ذات حجم تدميري كبير، لا سيما استخدام القنابل العنقودية، القصف الصاروخي والمدفعي المكثف. أحيانا على منطقة واحدة يصل عدد الصواريخ أو القذائف الصاروخية لأكثر من 100 قذيفة صاروخية كالهبيط أو أحيانا على عابدين أو المزارع المحيطة بهاتين المنطقتين، لا سيما خان شيخون والمناطق المحيطة بها. طيب هاشم، في ظل استمرار هذا القصف كيف تبدو حركة النزوح، وهل هناك أي أماكن آمنة من الممكن أن ينزح إليها المدنيين؟ عموما في محافظة إدلب بشكل عام يعني لا يوجد هناك أي منطقة
آمنة أو حتى في الفترة الأخيرة مع اشتداد القصف وتوسع رقعة القصف حتى لا نستطيع أن هناك مناطق آمنة نسبيا، لكن نتحدث عن مناطق أقل خطورة أو أقل تعرضا للقصف، كان المناطق الشمالية هي وجهة النازحين من المناطق التي تعرض للقصف خصوصا من مناطق الريف الجنوبي. طبعا أغلب السكان في ريف إدلب الجنوبي قد نزحوا عنه، لم يتبقى إلا عائلات بسيطة جدا موجودة في المنطقة الجنوبية، والباقي جميعهم نزحوا نتيجة اشتداد وتيرة القصف وامتداد رقعة القصف لتشمل مناطق جديدة. اليوم نرى مناطق في الريف الشرقي والجنوب الشرقي من المحافظة أيضا يعود إليها القصف من جديد، وبالتالي هناك موجات نزوح جديدة. الوضع الإنساني يعني جدا صعب لتلك العائلات، إن كان من بقيت والتي نزحت إلى المناطق الشمالية التي يعني تعاني من نقص المساعدات الإنسانية والغذائية على وجه التحديد والخيام والمأوى، كما كثير من العائلات حتى الآن لم تجد مأوى. في المنطقة الجنوبية خلال كان ما يسمى الهدنة خلال الأيام الماضية، عدت بعض العائلات واضطرت في اليوم الثاني على العودة التي لم تلبث أن وصلت، حتى أن ميليشيا أسد الطائفية التي خرقت ذلك الاتفاق ومنذ الساعات الأولى له، والذي أدى إلى العائلات التي وصلت وهي أعداد بسيطة جدا إلى العودة إلى الحدود السورية التركية. الوضع الإنساني كما ذكرنا هو متردي مع ازدياد موجات النزوح واشتداد وتيرة القصف. أشكرك جزيل الشكر هاشم العبد الله مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة من محيط جسر الشغور في إدلب.